بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنظر بان نتائج فريق اتحاد الزمالك الخميس هذا الموسم من البدايه وهي متواضعه. تنظر باننا الالتحاق ديالنا لا انا ولا السي خالد المخنطر بالفريق، فكان الفريق عنده 6 نقاط، الحين عنده 17 نقطه، ولكن دائما حنايا يعني باش جينا ما لقيناش فريق اللي هو يعني محتل المراتب الاولى ولا محتل المراتب الوسطى، فلقيناه في المراتب الاخيره. لا انا ولا الطاقم اللي معنا فات، لا الطاقم الطبي ولا التقنيه ولا الاداره المسؤوله على النادي ولا مكتب مسير. فانا نحاولوا الهدف ديالنا هو يعني انقاذ الفريق السنه هذه، ودائما انا شرط في عده منابر باش اهم ديالنا هو بقاء الفريق اتحاد الزمالك الخميسات في القسم الوطني الثاني، لاننا تمتلكوا واحد الفريق اللي هو شاب. ولا انا ولا السي خالد ولا الطاقم كما قلت لك هذه السنه هذه تنعتمدوا اكثريه على اللاعبين اللي هما يقدروا لان واحد العام ولا عامين يكونوا في مستوى ديال اللاعبين اللي سبقوهم، وهذا يعني عمل اللي هو شويه صعيب. ورغم ذلك احنا يعني لا انا والناس اللي مشرفين اللي مشرفين مشرفين الفريق نتمنوا باش نخرجوا من هذا من هذا من هذا من هذه المرتبه هذه، لاننا صراحه الفريق ما يستحقهاش. قمنا بواحد الاستعداد جيد في هذا الشطر الثاني البطوله. المقابله ولا مع البرنوسي صراحه اللي كنا متصل فيها حتى الدقه 47 الشوط الثاني بعد هدف التعادل، يعني الفريق ضرب واحد المستوى جد متوسط اللي خلى الخصم البرنوسي باش ينتصر عنا. هذا الاسبوع هذا حاولنا نخدموا على الجانب الذهني باش نركزوا اللاعبين على المقابله اللي هي صعيبه كونتر الاولمبيك مراكش. انا مازال عندنا امل ان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه ونخليوا الفريق في القسم الوطني الثاني. وتنظر بان الا كان واحد العمل يعني متسلسل يعني الى يعني تعرفوا الظروف المدرب فهو مع النتيجه، يعني الا ما كانش نتائج فاكيد المدرب هو اللي تيغادر الفريق. تنتمنى ان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه باش على الاقل عندنا مواهب صغيره اللي بغيناها تبرز، وحنا اللي متبعينها من كانت من الفتيان الشبان اليومين هذا، بغينا ان شاء الله واحد من هنا واحد السنه يكون عندنا واحد الفريق يعني اللي جد متكامل ويكون عند تقريبا 71% حتى 75 يعني من ابناء المدينه. هذا هو الطموح ديالنا، حنا تنشتغلوا عليه، نتمنى ان شاء الله باش الامور كما بغينا، باش على الاقل كاينه اسماء اللي هي صراحه مازال ما شافهاش الجمهور، واللي غايتقول الكلمه ديالها غير المشكل ديال الوقت، والوقت هو ماشي في صالحنا، والهدف ديالنا هو انقاذ الفريق ان شاء الله والبقاء في القسم الوطني الثاني. وصراحه الا كنت توقعنا راه خاصني نقول لك بان نتمنوا ننتصروا، ولكن الانتصار ما تيجيش بالكلام تيجي بالعمل، لان اللاعبين السيمة كل اسبوع حنا حكيناهم باش ان المقابله هي مقابله مصيريه ومقابله اللي غتخلينا باش نقفزوا من المرتبه اللي حنا فيها باش على الاقل نلعبوا باقي الدورات مرتاحين. راه الفريق يعني مستعد، ولكن تبقى المقابله في حد ذاتها في الشكل ديالها، فما تعرفي ان البطوله المغربيه فجل الفروق متشابهه لا في القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني بالنتيجه حدا هذه المقابله. وتتمنى باش شنو هو التقييم ديالك او الاداء ديال العناصر الجديده من خلال المباراه ديال تنظر بان كانت اضافه ديال اللاعب رضا الزهراوي، كان عندنا لاعب رشيد، لان اللاعبين اللي تحقوا صراحه مازال بدنيا ما موجودينش، فما يمكنش لاعب ما يمكنش غادي تجيب لاعب اللي هو واجد يلعب في وقته غادي يعطيه لك الفريق ولا هو غادي يجي الفريق. فهذا هو السؤال اللي تيطرحوا عده صحفي عند منابر اعلاميه، يعني خاصنا لاعبين يكونوا في مستوى، الا بغيتي لاعب مستوى راه خاصك امكانيات وميزانيه كثيره باش تجيب لاعب. حنا حاولنا نختاروا لاعبين اللي هما السن العمر ديالهم بين 24 سنه 26 سنه، باش على الاقل ان حنا محتاجين لهم ماشي كرسميين، لاننا عندنا لاعبين دابا حاليا اللي هما وصلوا للمستوى ولعبوا مقابلات، خليناهم نحتاجوهم في المقابله الجايه ان شاء الله، لانه تلعب كره قدم فيها اصابات فيها انذارات فيها عده مشاكل. ولهذا اللاعبين اللي هو حاليا اللي داخل المجموعه هو رضا الزهراوي، وتنتمناو باش الباقي العناصر انا تنتمنى الجمهور باش يحضر اكثر باش يساعدنا، لان الجمهور ديال فريق اتحاد الزمالك الخميسات هو رقم 12، هو المساند كما تنقولوا الا ما كانش مشهير فهو المساند الرسمي للفريق، لاننا بدون ديالو ما تنسوا والو. تنتمنى ان شاء الله باش يصبر، لان الفريق في مرحله ديال التطور، لان باش يمشي اكثر من 18 لاعب السنه الماضيه وتجي فريق وتحاول توجد فريق باش يلعب على ادوار طائعيه فهذا جد مستحيل. اللي نتمناو كما قلت لك هو هذه السنه ديال البقاء في القسم الوطني الثاني، وممكن السنه الجايه
نهضروا على مراكز متقدمه وممكن في موسم ثالث عن حقوق الصعود. هذه الفكره ديالي واستراتيجيه ديالنا حنايا. ولكن كما تينا كان الجمهور تطالب نتائج يعني الجمهور بصفه عامه، الجمهور ديال المنتخبات ولا الجمهور الفرق، فهو تطالب دائما بالنتيجه. ما تعرفش المشاكل اللي تعيشها الفريق، ما تعرفش الظروف اللي تعيشها الفريق، والنتيجه ما يمكنش 16 فرقه تحقق النتيجه. ضروري كاين منازل متعادل والفائز، ولهذا نتمنى ان شاء الله باش الفوز يكون في المقابله الجايه ان شاء الله، وباش على الاقل غير نهربوا من المناطق المتاخره. يعني المناطق المتاخره دائما تتخلي اللاعب يعني نفسيا ذهنيا نفسانيا متاثر. هذا هو اللي حتى تشتغلوا عليه باش على الاقل في باقي الدورات ان شاء الله نكونوا يعني ضمننا البقاء يعني قبل من المقابلات الاخيره، باش على الاقل حيت كما قلت لك قبيله عندنا لاعبين اللي بغينا نعطيهم فرصه، غير خاص الوقت والتوقيت ديالهم حاليا ماشي في صالحنا وماشي في صالحهم. ولكن نتمنى ان شاء الله باش الجمهور يساندنا طيله المقابله وما يبقاش على الفريق ديالو، لان الجمهور ديال الاتحاد الزمالك يبقى جمهور ديال الاتحاد الزمالك الخميسات، سواء خسرنا ولا طحنا ولا طلعنا ولا هبطنا، فهو جمهور ديال الاتحاد الزمالك الخميسات، وخصو يامن باننا ان شاء الله احنا قادرين باش نخرجوا الفريق من هذه الوضعيه هذه. شكرا لكم انتم كذلك على العون ديالكم وشكرا.